شك بأن الأزمة الإنسانية في تركيا وسوريا خلت كثير من أبناء شعبنا يهبوا لمحاولة المساعدة والنجدة بكل الطرق وكل السبل، لو بالديجيتال والسوشيال ميديا وحتى على أرض الواقع من خلال أطر مختلفة. أحدها كان أشخاص وأطباء متخصصين اللي سافروا ضمن بعثات جاهزة للمساعدة في مداوات الجرحى أو حتى المساعدة بأي شيء إنساني هناك. دكتور ربيع حامل شهادته من تركيا تحديدا، مساء الخير والحمد لله على السلامة. مساء الخير، شكرا. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. احكي لنا هيك باختصار، كيف كانت تجربتك هناك؟ تجربة خاصة. أول شيء الإشي يعني كان مفاجئ، بيوم وليلة قررنا نسافر أنا وطبيب صديق من كفر مندا دكتور فيصل زيدان وبعض الطواقم وبعض الأطباء بدون أي ترتيب بدون أي تنسيق مع كوادر أخرى، يعني بعدين ما يئسنا من كل الأحزاب والمؤسسات اللي تأخرت حسب رأيي أنا في إرسال الطواقم الطبية، وبحكي على المجتمع العربي. ولكن بالآخر فعلا يعني خلينا نقول كان في هبة رائعة جدا وكبيرة جدا من كل الكوادر، ويعني كثير ناس حبوا يسافروا ولكن ما طلع في إيدهم، فكان في هبة والناس تركت أعمالها وتركت كل أشياء الخاصة وراحت تساعد هناك في منطقة شرق جنوب تركيا، اللي احنا بنعرف انه هاي المنطقة طبعا فيها كمان مش بس الأتراك، فيها حوالي مليون نازح سوري في هاي المنطقة، اللي هن بالأصل وضعهم الصحي والاقتصادي سيء جدا، واحنا بنعرفهم من حملات أخرى قمنا فيها عن طريق وبتنسيق مع القلوب الرحيمة وفريق ملهم إلى تلك المنطقة قبل الهزل. يعني دكتور كانت التجربة رائعة حلوة ولكن طبعا مؤثرة جدا ومأساوية بسبب الأوضاع اللي لقيناها هناك. كانت الظروف صعبة جدا إنه نصل لمنطقة الزلزال، الطيران غير متوفر، فعلقنا يوم واحد في إسطنبول ليلة واحدة، وبالرجعة كمان ما كان في طيران تقريبا من منطقة أضنة خلينا نقول أو منطقة الزلزال إلى إسطنبول، اضطرينا نسافر بسيارات إلى أنقرة ومن أنقرة نأخذ طيران لإسطنبول ونرجع على البلاد. حتى السيارات والباصات يعني من منطقة أضنة إلى أنقرة كانت تقريبا غير متوفرة. طبعا في خلينا نحكي شوي على تجربتنا على ارض الواقع، كان هدفنا هو اكثر هدف يعني انه نساعد من الناحيه الطبيه، ولكن ايضا اعطينا مساعدات ماديه بفضل يعني تبرعات اخواننا هنا في الداخل الفلسطيني اللي كانوا يعني دكتور ربيع. هل في مشهد او مشاهد ما بتنساها من هناك؟ يعني احنا عم نشوف على السوشيال ميديا وفي عصر اللي عم تنقل الصورة بشكل حي احيانا، ولكن هل كان في اختلاف بين شو انت شفت ربما اكثر قسوة او مختلف؟ اول شيء يعني اغلب منطقة أضنة ومنطقة مرسين، مدينة مرسين، هن مناطق تضرروا ولكن بشكل جزئي اقل من منطقة هتاي خلينا نقول أورفا وغازي عنتاب، وبالتالي هن كانوا مناطق نازحين. النازحين هذول كانوا يتواجدوا أول إشي في الخيام أغلبهم، ولكن قسم كان يعني بينام على يفترش السماء، يعني بينام على الأرض تحت البرد القارس. يعني شفنا أولاد عمرهم شهرين 3 أشهر بيناموا على الفراش بدون خيام، تدفئة في بيجيبولهن يعني بيزودوهن في مواد تدفئة حطب، ولكن غير كافي، الخيام جدا باردة، ما في يعني أقل مقومات الحياة غير موجودة. واحد من المشاهد اللي أثر فيه جدا إنه في اليوم الخامس كان في طفل لقوه تحت الأنقاض، أهله كانوا طبعا جثمان ميتين كلياتهم، وهذا الطفل كان بخص واحد من الشباب اللي بتبرعوا وبيساهموا معنا في جمعية ملهم، وحاولنا في مستشفيات أضنة نلاقي هذا الطفل. يعني بقينا حوالي 5 ساعات في المستشفى ما لقينا الطفل، دورنا على المستشفيات الأخرى كمان ما قدرنا نلاقي الطفل، تواصلنا مع عدة مستشفيات في المنطقة حتى مستشفيات في أنقرة ما لقينا الطفل. الطفل هذا نعرف وين موجود بعد 24 ساعة، وتخيل إنه العائلة
يعني كانت في توتر شديد جدا هاي ال 24 ساعة بين ما تلاقى هذا الطفل. تلاقى طبعا بالنهاية بخير وسلامة، عنده شوية ضرر ولكن الحمد لله تلاقى هذا الطفل. زورنا كمان كان يعني قسم من الناس موجودين في مراكز إيواء. أحد المواقف كمان الحلوة اللي شفناها إنه إخوان سوريين يعني فتحوا بيوتهم، كانوا يروحوا على منطقة الزلزال وأول عائلات يلتقوا فيهن حتى بدون أي يعني شروط أو علاقة أسئلة، تعالوا ترابي، عنا بدون أي شروط أو كانوا أسئلة عم يلقوهن بتقول. لعندهن فعلا، دكتور ربيع، فكانوا يلقوهن في بيوتهم، شو فهذا الشيء كان كثير كثير حلو. لا نزال أمام تداعيات هذا الزلزال، وبتوصف قصة طفل هي بس بتأكد إنه 30,000 قتيل هن مش أرقام، كل واحد بحمل قصة وبحمل عائلة وحلم وإلى آخره. تعال تعال أسألك، شو منتظر منا بعد كمجتمعات إنسانية بهمها تكون؟ يعني هل أنت بتفكر تعيد التجربة؟ هل بتفكر إنه لازم نوصل لمحلات أبعد؟ في بإيدنا شو نعمل لو عن بعد أو من قريب؟ أي نعم، إحنا بنحكي على طبعا مئات أو ملايين النازحين، مئات ألاف المتضررين والمصابين. من هذول المصابين في حالات صعبة جدا اللي هن يعني مرقوا عمليات بتر أطراف أو بتر أعضاء بسبب الأضرار اللي تسببت لهن الهزة الأرضية. عندنا نازحين في مخيمات كبيرة، في مراكز إيواء اللي فيها اكتظاظ عالي جدا حاليا، في ناس لا عندهم خيمة ولا مركز إيواء. بنحكي إحنا طبعا على يعني هذول اللي عملوا عمليات وروحوا من المستشفيات بعد يوم أو يومين من العملية، ما في عندهم الفرصة إنه يكون يتعافوا عندهم متابعة ويعاد طبية. تأهيلهم. بالضبط بالضبط. فأنا بتخيل ويعني بقترح إنه يكون دورنا هون كجمعيات تطوعية طبية انه تكون زي مناوبه، انه نلف وندور على ونتفقد المرضى في هاي المخيمات حتى نتابعهم من ناحيه طبيه. مثل ما قلت انا هذول ناس سوريين اللي ما عندهم حقوق مثل الاتراك من ناحيه صحيه، يعني هن ما مش اعضاء في صناديق مرضى وما بتقب يعني بشكل عام كانوا يتداووا على حسابهم الخاص او عن طريق الهلال الاحمر. الهلال الأحمر اليوم مشغول في أشياء ثانية، فما في أي متابعة طبية، وبالتالي في خطر إنه يكون في تفاقم نعم وتراجع في صحتهم. نعم دكتور، وبالتالي هاي أهم الأشياء، إنه إحنا نتابعهم من فترة لفترة وما يكون في انقطاع. اليوم يعني في هبة كثير كبيرة من الجمعيات، ولكن الخوف إنه بعد شهر شهرين يكون الميدان فارغ من كل هاي الجمعيات. وأنا اقتراحي إنه يكون في هناك جمعية تنسق ويكون يعني يكون في تنسيق وترتيب على المدى الطويل عم بتقول دكتور، حتى على المدى الطويل لما يعني على يختفي الأقل. المشهد نضمن انه في مساعدات عم بتكون وعم بتلقوها. انا بشكرك دكتور على هذه المشاركة الحقيقية، بوركتم على هاي الاعمال الخيرة، بنكبر فيك، شكرا لك. شكرا لكم.